أيها المقبال الإباضي وفقك الله لهداه، هل تؤمن بشيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء فيها من فضائل الصحابيين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وتبشيرهما بالجنة، أو تعتقد أنها كلها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يخفى على المسلمين فضائل عثمان وعلي، ولا حديث كثير واردة في البخاري في مسلم في غيرهما. هل هذه كلها مكذوبة؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بوحي من الله أو من هوى نفسه؟ أحد الإباضية يناظرني ويقول: هي الجنة بيد النبي صلى الله عليه وسلم، يوزعها كيف يشاء، ما عاد الله، ليست بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وحي من الله، أوحى الله له فأخبره، ولا ينطق إلا بالحق صلوات ربي وسلامه عليه. فذكر فضائل الصحابة منهم عثمان وعلي وبشرهم بالجنة. فهذا كله مكذوبة؟ أريد أن يعرف أهل السنة ما أنت عليه. كل ما ورد في من فضائل في عثمان وعلي كذب، لا يصح، بل هم كفار، كفر نعمة، ويستحقان النار. افصح عن عقيدتك لأهل السنة، تكلم بجواب صريح، قل نعم أو لا. أما تسب وتشتم وتسب ثم لا جواب، عرفنا بعد السب هذا كله والشتم كله. الآن عثمان وعلي لهم فضائل كثير مذكورة في الحديث، كلها كذب، كلها ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا قالها النبي عليه الصلاة والسلام ثم ارتدوا بعد ذلك. فكيف يوحى الله؟ الله ما يعلم الغيب جل وعلا؟ يعلم الغيب، فأوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الفضائل التي ذكرت وهي منتشرة في كتب السنة. فنريد جوابا صريحا حتى يتبين ما أنت عليه من اعتقاد من موقفك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.